للاطلاع على التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري في إقليم الشمال، التقت وزيرة الصناعة والتجارة ومثلي القطاعين وافتتحت فرعا لمؤسسة المواصفات والمقاييس للإقليم في محافظة إربد. الوزيرة قالت إن أولويات الحكومة التي أعلنت عنها، خاصة المتعلقة في تقليل كلف الإنتاج للقطاعات الاقتصادية، سيبدأ تنفيذها قريبا، كما أن الوزارة بصدد وضع حلول قابلة للتطبيق لكافة التحديات التي تواجه القطاعات. وخلال الافتتاح قالت الوزيرة إن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوسع الصناعي والتجاري والعمراني الذي يشهده الإقليم. القطاع التجاري طالب بإعادة النظر بالوعاء الضريبي وإعطاء فترات سماح أطول في التراخيص والرسوم وتوجيه دعم مباشر للقطاع التجاري من خلال المؤسسة العامة لتطوير المشاريع. بعض النقاط اللي طرحت في اجتماعنا اليوم حقيقة هي تم تغطيتها ضمن الأولويات لهذا القطاع، أمور متعلقة بجوانب التفتيش وضرورة أن يكون في مرجعية موحدة لعملية التفتيش وتطوير الإجراءات وزيادة عمليات التنسيق في هذا الجانب عند التفتيش على المنشآت الاقتصادية ومنها القطاع التجاري، جانب الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص والتسجيل أيضا من الأمور اللي يتم هذا القطاع، وأيضا كلف التشغيل وكلف الإنتاج، حيث أن الأولويات الاقتصادية من ضمن محاورها ومن ضمن الأولويات التي تم وضعها تخفيض التكاليف.